ومرحبا واهلا وسهلا فيكم مره جديده بحلقه جديده من خلاطي. وجبتنا اليوم عباره عن سلطه الفوق والملطط. المقادير اللي نحتاجها لهي الوجبه عباره عن ملح، خس، صوص الترياكي، فليفله صفراء وحمراء، صوص تشيلي الحلو، فوق شامبينيون، وراح نزينها بشويه لوز ني على الوجه. اول شيء طبعا راح نبلش بتقلايه الفوق، طبعا نحط نقطه زيت زيتون، بضيف عليها الفوق وبلش بتقليت هين على النار عبين ما الفوق ياخذ لون ويستوي. راح نبلش مع بعض بعملان السلطه. راح ادير الخس، راح نضيف عليه الفليفله الحلوه الصفراء والحمراء، راح نحط رشه ملح صغيرة، رشة صغيرة ملح، نتفة عصير الليمون، معلقة كبيرة تقريبا، ومعلقة كبيرة زيت زيتون، وراح نقوم بتحريك هين مع بعض. طبعا دائما نخلي عينينا على الفوق احسن يحتق معنا. وهي هيك سلطتنا صارت جاهزة. راح نقلي مع بعض الفوق على النار، وعبين ما الفوق يجهز ويستوي راح نركب السلطة على الصحن مع بعض. وهيك سلطتنا صارت حاضرة. راح نقلي الفوق مع بعض لحد ما ياخذ اللون، وهيك معنا الفوق بلش ياخذ لون الاحمرار. وهيك الفوق صار ماخذ لون، راح نضيف عليه صوص الترياكي، ونضيف عليه كمان صوص التشيلي الحلو، وراح نقوم بتحريكهن مع بعض. وهيك الفوق صار حاضر، راح نديره مع بعض على الصحن على الوجه. وهيك وجبتنا صارت جاهزة. راح ازينها بشوية لوز ني على الوجه. وهيك الف صحة وهنا على قلوبكم. وقبل ما ننهي حلقتنا اليوم بتأمل منكم بدعم بلايك شير سبسكرايب لقناتي. شكرا لكم، ولقاء جديد حلقة جديدة، انتظروني.